السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ريفيو نقدر نقول أحد منتجات موقع جير بيست اسمها Convent Soft Writing Tube Shaped Reusable Magic Handled Rolling Garlic Pillar Kitchen Tools. دي بغض النظر عن الاسم اللي عايز يتذاكر، دي عبارة عن قشارة للثوم. كل اللي انت بتعمله زي ما احنا شايفين انك بتدخله من هنا، تقوم فارق كده اهو، تطلع لك من الناحية التانية متقشر، بس الأفضل إنك تحطها مبلولة. سهلة جدا وترحم من مشاكل كتير مقرفة، خصوصا تقشير التوم للستات، هدية لذيذة خصوصا لو في عيد الأم ولا حاجة.